أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تحركات دولية رفيعة المستوى تعود للمنطقة تحت عناوين كبيرة. تحضر الأزمة اليمنية في تلك التحركات التي بدأت بجولة إقليمية للأمين العام الجديد للأمم المتحدة في مستهل فترة ولايته الأولى. من الرياض إلى مسقط ثم إلى الكويت، يسعى البرتغالي أنطونيو غوتيريس لحل الأحجية اليمنية بعقد سلسلة لقاءات مع عدد من قادة دول الخليج وإيران تتعلق في مجملها بالملف اليمني. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل ستنجح تلك التحركات في إعادة الأطراف اليمنية إلى السلام؟ وما هي المستجدات الإقليمية والدولية التي ستجعل تلك الأطراف تقدم المزيد من التنازلات لإنهاء الأزمة في اليمن؟ أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف أن المفوض السامي زيد بن رعد الحسين أنهى زيارة هي الأولى من نوعها إلى سلطنة عمان ودولة الكويت منذ توليه منصبه. بيان المفوضية أكد أن تلك الزيارة كانت تمهيدا للزيارة التي يقوم بها حاليا الأمين العام الجديد للأمم المتحدة إلى المنطقة من أجل حلحلة الأمور في اليمن والترتيب لعقد جولة جديدة من المباحثات. قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير. بعد توقف المسار السياسي الذي لا تزال ملامحه غير واضحة وسط زحمة المواجهات العسكرية والحرب التي ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الماضية، تعود التحركات الدبلوماسية والسياسية الدولية مجددا في محاولة للاقتراب من حل الأزمة اليمنية. حضرت اليمن مبكرا في أجندة الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي تحدث عن ضرورة التوصل لسلام في اليمن، ووصف الوضع الإنساني في اليمن بالكارثي، ولم ينسى التأكيد على إمكانية العودة للعملية السياسية. غوتيريس الذي وصل سلطنة عمان بعد زيارة للرياض أعلن تمسكه بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، ما يؤكد عدم اهتمامه بطلب الميليشيا بتغييره وإنهاء مهمته في اليمن. لقاءات الأمين العام الجديد لم تقتصر على الجانب السعودي، بل تعدد ذلك إلى الضفة الأخرى، حيث بدأ بلقاء مع المسؤولين العمانيين قبل أن يتوجه لدولة الكويت، بانتظار وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي بدأ اليوم زيارة إلى مسقط. ستحتل المشكلة اليمنية جزءا من برنامج لقاءاته هناك. مصادر إعلامية عمانية كشفت أن أمين عام الأمم المتحدة سيلتقي روحاني في الكويت لحث إيران على لعب دور في حل أزمتي اليمن وسوريا. يرى مراقبون أن زيارة روحاني الأولى للكويت تهيئ الأساس لانطلاق حوار خليجي إيراني في ظل الأوضاع الملتهبة في المنطقة، وسط توقعات بأن تشكل بداية لانفراجة في العلاقات بين الجانبين ستنعكس على جميع الملفات بما فيها الملف اليمني الذي يعد الملف الأبرز في توتر العلاقة. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة من مسقط مع المحلل السياسي عبد الله الغيلاني. مرحبا بك سيد عبد الله. مرحبا، حياكم الله. أهلا بك. بداية سيد عبد الله، تحركات إقليمية ودولية جديدة، اليمن في مقدمة ملفاتها، كيف تقرأ هذه التحركات وهل ثمت بداية للوصول لتفاهمات إقليمية فيما يخص الملف اليمني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التحركات لا شك أنها تحركات نوعية في المنطقة، ولكن لا أحسب في المحصلة النهائية أن هذه التحركات، سواء تحرك الأمين العام الجديد من الرياض إلى مسقط ومنها إلى الكويت، أو زيارة الرئيس روحاني لمسقط ثم إلى الكويت، لا أحسب أن كل هذه التحركات سوف تفضي إلى تحول جذري على صعيد الأزمة اليمنية. الأزمة اليمنية اليوم، أولا فيما يتعلق بالأمم المتحدة، يعني الملف اليمني مطروح منذ بداية الأزمة ولم يحدث تقدم حقيقي في هذا المسار. على مستوى التحولات الإقليمية، من المؤسف أن الأزمة اليمنية تحولت إلى أداء بين اللاعبين الإقليميين. إيران اليوم على سبيل المثال في أضعف حالاتها، هناك تراجع في معركة الموصل، أو على الأقل لم تحقق الهدف النهائي في يعني الإطار الزمني الذي كان مطروحا. هناك تراجع نسبي للدور الإيراني السياسي في الأزمة السورية، إذ لم تعد إيران هي اللاعب الرئيسي في المفاوضات. هناك انقلاب أمريكي على الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي جرى في عهد الرئيس أوباما. فكل هذه المسائل، هناك أيضا انكشاف حقيقي للدور الإيراني الداعم للحوثيين بعد الكشف
عن بعض السلاح الذي كان بيد الحوثيين. فكل هذه التحولات دفعت إيران إلى الاقتراب من الكتلة الخليجية، فبدأت يعني تطرح خطابا تصالحيا إلى حد كبير. جرى هذا على يعني لسان الرئيس روحاني، جرى على لسان وزير الخارجية ظريف. فهناك يعني تحول في الخطاب السياسي الإيراني يجري فيها التصالح مع الكتلة الخليجية. ولعل العامل الأمريكي، هذا الانقلاب الذي تثير الإدارة الأمريكية على الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني، هو العامل الرئيسي في هذه المسألة كلها. فأنا أخشى أن تكون كل هذه التحركات هي تحركات دبلوماسية، وأن تتحول الأزمة اليمنية إلى أداة من أدوات التقالف بين الفرقاء الإقليميين والفرقاء الدوليين. إلى هذه اللحظة ليس هناك مشروع استراتيجي مطروح للخروج من الأزمة اليمنية فيما عدا المؤتمر المنتظر في عمان. وهذا المؤتمر تم الاتفاق عليه من أمد بعيد، ولا أعتقد أنه أيضا سيفضي أو يعني يتمخض عن شيء ذي قيمة. نعم سيد عبد الله، إذن كما تحدثت عن العوامل من التراجع الإيراني في سوريا والانقلاب الأمريكي وما دفع بإيران من المضي نحو تقارب خليجي، البعض يرى أن هذا التقارب قد يكون في صالح الملف اليمني وتقديم مزيد من التنازلات للخروج هذه المرة بحل سياسي. نعم، هناك مسألتين ينبغي أن نفطن لهما. المسألة الأولى، أنا قلت منذ أمد بعيد أن القضية اليمنية في الرؤية الإيرانية ليست قضية مركزية، يعني تتقدمها القضية العراقية والقضية السورية والعلاقة الإيرانية الخليجية. القضية اليمنية في يعني التراتبية الاستراتيجية الإيرانية ربما تأتي في مراحل متأخرة نسبيا. وبالتالي ما يمكن ترتيبه على هذه المقدمة أن إيران إذا ما وجدت أن هناك مصالح أعلى من دعمها للحوثيين سوف تقدم تنازلات في هذا الإطار. يعني هذه مسألة لا شك فيها، هذا من ناحية. ولكن هناك يبدو لي، والله تعالى أعلم، ونحن نتابع التطورات الأزمة اليمنية منذ أكثر من يعني 3 سنوات منذ عام 2014، يبدو لي أن هناك قرار دولي فيما يتعلق يعني الملف اليمني. هناك قرار دولي لا يستطيع أحد، لا التحالف العربي ولا إيران ولا اللاعبين المحليين في اليمن، أن يتجاوزوا هذا القرار. التحالف العربي على المستوى الاستراتيجي العسكري كان بإمكانه أن يحقق حسما في القضية اليمنية، ولكنه لم يحدث. نحن اليوم في شهر 2 من عام 2017، العاصفة الحزم بدأت منذ سنتين، تستكمل عامها الثاني الآن في مارس القادم. فهناك قرار دولي لا يمكن إغفاله، هذا القرار الدولي موجود في واشنطن، فلا يمكن إغفال هذا القرار الدولي. نعم، يعني هذه التحركات الإقليمية، هذا الضعف الإيراني ربما يدفع إيران إلى 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 القبول بشيء من التنازل على الجبهة اليمنية في مقابل حصولها على تحقيق بعض المصالح فيما يتصل بالعلاقة بالكتلة الخليجية. يمكن أن يحدث هذا، ولكن السؤال الرئيسي، هل يمكن لكل هذه التحركات أن تفضي في النهاية إلى إحداث تحول جذري في الملف اليمني وإعادة الأمور إلى ما قبل سبتمبر 2014؟ هناك حالات استفهام كبرى على هذا. نعم سيد عبد الله، قبل يومين كانت هناك زيارة هي الأولى من نوعها لمفوض حقوق الإنسان لسلطنة عمان، وتم الإعلان أنها مرتبطة بمناقشة الوضع الإنساني في اليمن. هل تم الإعلان عن نتائج الزيارة؟ لم أسمع بهذه الزيارة، ولكن لا شك أن الوضع الإنساني في اليمن وضع مزري، وضع سيء جدا، وضع يكاد يكون في القاع. نحن نتحدث عن أكثر من 25 مليون إنسان، حتى الذين هم في حوزة أو في إطار يعني السلطة الحوثية يعانون. فهناك معاناة إنسانية، وهذه المعاناة الإنسانية متصاعدة. الأمم المتحدة الأمين العام اليوم كان يتحدث، يعني غلب الجانب الإنساني وأبرز الجانب الإنساني وجعله مبررا للإسراع في إيجاد حل سياسي الأزمة اليمنية. فنعم هناك معاناة إنسانية، وسلطنة عمان لعل يعني تحركاتها في المجمل مدفوعه بهذا الدافع. سلطنه عمان اذا ما حدث تدفق للاجئين اليمنيين سوف تكون هي يعني المحطه الاولى، ولن تكون السلطنه قادره على استيعاب هذه الاعداد الكبيره من اليمنيين. طبعا نحن نرحب بالاخوان اليمنيين وسنقدم ما نستطيع. نتكلم
يعني بصفتي مواطن عماني، ولكن على المستوى الرسمي احسب ان الحكومه سوف تعاني معاناه شديده في التعامل مع ازمه لاجئين يمنيين يتدفقون بالملايين اذا ما حدث هذا، فالازمه الانسانيه ازمه متصاعده وازمه معقده، والشعب اليمني في الحقيقه هو الذي يعاني كل هذه المعاناه، لذلك انا اتصور ان الوصول الى حل سياسي ولو حل مؤقت ولو حل جزئي ولو حل غير مثالي يبدو في هذه اللحظه انه امر مقبول تجنبا يعني مزيد من المآسي الانسانيه والدفاع عن المزيد من الخسائر الانسانيه. نعم سيد عبد الله، إذا ما تحدثنا عن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لمسقط وأيضا زيارة الرئيس الإيراني روحاني، هل ثمت ملامح وملاحظات طرحت فيما يتعلق بالشأن اليمني لهذه الزيارات، وما هي أبرز الرسائل التي يمكن استنتاجها؟ نعم يبدو هي يعني من القواسم المشتركة للزيارتين، زيارة الأمين العام للمتحدة وزيارة الرئيس روحاني، يبدو ان يعني احد العوامل المشتركه لهذه الحراك الدبلوماسي هو الازمه اليمنيه. اكاد اقطع ان الازمه اليمنيه كانت حاضره اليوم في ملف الحوار بين الرئيس روحاني والسلطان قابوس، وستكون حاضره في الكويت ايضا. كذلك الامين العام القادم من الرياض لا شك انه ناقش هذه الازمه. في سلطنه عمان مع المسؤولين العمانيين لا شك انه تطرق الى هذا الملف. زيارته للكويت ايضا تاتي في هذا السياق. ولكن كما اسلفت في مطلع هذا الحديث، يعني ارجو ألا تكون هذه التحركات هي مجرد حراك دبلوماسي سياسي فحسب، وانما يتمخض عنه وينتج عنه حلول عمليه، هذا ليس هناك مؤشرات، ليس هناك في الافق ما يشير الى 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 الى, إلى الاقتراب يعني من حل سياسي مرضي ولو حتى جزئيا. الحوثيون الى هذه اللحظه ما زالوا متمسكين بالمطالبه باعفاء المبعوث الاممي، لم يبدوا اي مرونه، ولذلك انا اتصور أن الإحداث تحول في ميزان القوى على الأرض لعله يكون هو العامل الأشد تأثيرا في الدفع بهذا الحراك إلى يعني أن يفضي إلى حلول عملية. نعم سيد عبد الله، ما إذا تحدثنا عن دور مسقط والدور العماني، كان من الملاحظ أن هذا الدور تراجع بعض الشيء في الفترة الماضية، والآن عاد العالم للتعامل مع مسقط على أنها بوابة صنع السلام والحل في اليمن، هل تمتلك القدرة فعلا على القيام ولعب هذا الدور، أم أنها مجرد وسيط بين طهران والرياض؟ السلطنة من الناحية النظرية نعم يعني تمتلك ميزات ومقومات وإمكانات تؤهلها لأن تلعب دورا أكبر، ولكن من المؤسف القول أن الدبلوماسية العمانية إلى هذه اللحظة لم تقدم مشروعا، هي ما زالت تلعب في مربع يعني الوساطة وتقليد وجهات النظر وإيصال يعني يعني مقولات الفرقاء بين بعضهم، فهي تحاول أن تجسر الفجوة ولم تقدم مشروعا يمكن أن 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 يعني يفضي إلى حل. زيارة الرئيس روحاني إلى سلطنة عمان في هذه اللحظة يبدو لي أنها تأتي في جملة من السياقات، السياق اليمني كما ذكرنا، التراجع النسبي كما تفضلتي وهذا صحيح، التراجع النسبي للدور العماني الإقليمي وليس فقط على مستوى الأزمة اليمنية وإنما الدور الإقليمي، يبدو لي أنه مرتبط بجملة من العوامل لعل في طليعتها ما حدث في الولايات المتحدة، فسلطنة عمان تتعرض على هدم يعني المعطيات المشجعة التي تصدر عن الإدارة الأمريكية، فهي قد لعبت دورا يعني مركزيا في التقريب بين إيران وبين الولايات المتحدة عندما كانت إدارة الرئيس أوباما راغبة بجد في الوصول إلى حل للملف النووي. الآن حدث تحول في الموقف الأمريكي وبالتالي تراجع الدور العماني. أيضا مسألة أخرى يأتي في سياقها زيارة الرئيس روحاني إلى مسقط وهي انضمام السلطنة إلى التحالف الإسلامي. نحن نعلم أن التحالف الإسلامي الذي تم الإعلان عنه في 2015 في ديسمبر 2015 كان موجها ضد إيران وإن كان لم يفصح عن هذه المسألة. ولذلك السلطنة في البداية تمنعت عن الانضمام إلى التحالف. الآن قبل شهر أو شهرين انضمت إلى هذا التحالف، هذا فيه رسالة إلى إيران أن هناك تحول في وإن كان تحول جزئي وتحول رمزي في السياسة الخارجية العمانية غدت أقرب إلى المملكة العربية السعودية أو التحالف الخليجي، وهذا لا شك أنه أثار حافظة إيران
مما دفع الرئيس الإيراني إلى القيام، أو أحد العوامل التي دفعته إلى القيام بهذه الزيارة إلى مصر. نعم، اتضحت الصورة. إذن المحلل السياسي العماني عبد الله الغيلاني كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى عمان والمحلل السياسي ناصر المودع. مرحبا بك سيد ناصر، لعلك استمعت لحديثي مع السيد عبد الله الغيلاني عن الدور الإيراني في هذه المرحلة. الأنظار تتوجه إلى مسقط للخروج بحل سياسي للملف اليمني والأزمة اليمنية. هل مسقط الآن قادرة على لعب هذا الدور وقادرة على أن تكون الوسيط بين طهران والرياض؟ أولا عبد الناصر، ليس ناصر، تصحيح. العفو منك سيد عبد الناصر. مساء الخير لك وللجميع. عمان ممكن أن تكون وسيط في الوقت الحالي بين دول مجلس التعاون بشكل عام وإيران، ولكن فيما يخص الملف اليمني القضية هي معقدة ولها عناصر محلية. صحيح أنها تتأثر بالصراع الإقليمي السعودي الخليجي الإيراني، لكنها لها عناصر محلية تجعل تعقيداته وصعوباته على المستوى المحلي بما لا يمكن القول في الوقت الحالي على الأقل بأن الوساطة أو أي دور عماني يمكن أن يسهم في حل حالة الملف اليمني على الأقل، لأن الملفات بين إيران والخليج والمملكة العربية السعودية هي ملفات كثيرة، جزء منها هو الملف اليمني. نعم، الأمين العام الجديد في أولى جولاته منذ أن تسلم هذا المنصب يقوم بزيارة عدد من الزيارات للبحث عن حل للأزمة اليمنية، وأبدأ أمله في استعادة السلام في اليمن. هل توجد مستجدات جديدة مثلا تجعله متفائل فيما يتعلق بمستقبل الأزمة السياسية في اليمن؟ هل بات الوضع مهيأ للخروج الآن بحل سياسي للأزمة اليمنية؟ ليس هناك من مؤشر على أن على حلحلة الملف السياسي في اليمن. الأوضاع على ما كانت عليه منذ الأمين العام السابق، وكون الوسيط الدولي لا زال مراوح مكانه، لم يحدث أي اختراق ولو طفيف منذ بداية المفاوضات حتى الآن. لم يحدث اختراق في أي ملف من الملفات التي شملتها المفاوضات، ولا زال الوضع على حاله. ليس هناك ولا يبدو بأن هناك أي أفق لأي عملية سلام في اليمن عبر الوسيط الدولي، ما لم يحدث هناك تغيرات سياسية عسكرية ممكن أن تغير المشهد أو جزء من المشهد العام للصراع في اليمن، بحيث أننا نستطيع أن نقول بأن هناك إمكانية لحلحلة الملف السياسي اليمني. نعم. لأنه الملف منذ البداية بدأ بداية يبدو خاطئة، كونه اعتمد على مفاوضات بين سلطة وبين السلطة مثلها الرئيس هادي وبين الحوثيين وصالح، وهنا المشكلة الرئيسية أن طرفي الأزمة الرئيسيين وهم الحوثي والرئيس هادي لا يمكن أن يتوصل لأي شكل من أشكال الاتفاق السياسي. الرئيس هادي عمليا ولا يمثل قوة رئيسية أو حقيقية على الأرض، وإن كان يمثل فقط الشق الشرعي من الدولة، بينما الحوثي ليس لديه اهتمام بأن يتوصل لأي سلام. وكلما نعم. إذا بناء على ما تفضلت به سيد عبد الناصر، ما إن حدث تقارب واتفاق سعودي إيراني، هل سينعكس على الملف اليمني إيجابا؟ بالطبع لو حدث هذا التقارب سينعكس، سيغير المناخ العام في المنطقة وسينعكس على اليمن، هذا أمر طبيعي. ولكن
في الوقت الحالي لا، ليس هناك من إمكانية البوادر مثل هكذا اتفاق أو هكذا تفاهم. مواقف الطرفين من جميع القضايا تقريبا على حالها. يبدو أن الدول الخليج والسعودية منتظرة خطوات عملية من الإدارة الأمريكية الجديدة للحد من نفوذ إيران في المنطقة. نفس الشيء الإيرانيون هم منتظرين ماذا سيقدم عليها الأمريكان فيما يتعلق بالتعامل مع إيران في أكثر من ملف، الملف النووي وملف دور إيران الإقليمي في المنطقة. الإيرانيون منتظرون ليروا إن كان هناك فعلا تحرك أمريكي جاد لاحتوائهم لضعافهم في المنطقة. ربما هذا يجعلهم يخففون من تعاملهم مع دول المنطقة ويتقربوا من جديد، أو يقبلوا بالتفاوض من موقف أضعف مما هم عليه الآن، لأنه خلال فترة حكم أوباما الإيرانيون استفادوا من حالة الانكفاء الأمريكية وتمددوا في المنطقة وأصبحوا في موقف قوة، وبالتالي حتى لو كانوا تفاوضوا ويتفاوضون من موقع قوة، لكن الآن هم منتظرون ماذا سيقدم عليه الرئيس الأمريكي الجديد. فإن اكتفى فقط بالتصريحات الكلامية ولم يتغير في الأمر شيء، سيستمرون في مواقفهم السابقة. إن حدث فعلا تغيير على الأرض، ربما في هذه الحالة ستتغير سياستهم تجاه المنطقة، وهنا سنشهد شكل من أشكال الانفراج الإقليمي. سيد عبد الناصر، الآن الأمين العام الجديد ما إذا تمكن من لقاء روحاني في الكويت، هل هذا اللقاء سيبشر في جولات جديدة، جولات مباحثات جديدة بين الأطراف اليمنية تكون مهيئة أكثر للخروج بحل سياسي هذه المرة؟ ليس هناك علاقة مباشرة بلقاء الأمين العام الجديد مع الإيرانيين. الإيرانيون يصرحون ويدعون بأنهم ليس لديهم أي نفوذ في اليمن، وبأنهم يدعمون فقط من الناحية السياسية الحوثيون، وبأن الحوثيون لا يمثلونهم، وكذلك الحوثيون أنفسهم يقولون بأن الإيرانيون لا يمثلونهم وأنهم ليسوا وكلاء لإيران. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الأمين العام لقائه بالمسؤولين الإيرانيين لن تتعدى فقط اللقاءات المجاملات السياسية، خاصة وأنه أول لقاء له بعد تنصيبه أمين عام للأمم المتحدة. لهذا لا أعتقد بأن الملف اليمني سيشهد أي تحرك في بعد لقاءات إيرانية مع الأمين العام للأمم المتحدة. الملف اليمني حتى الآن هو في عهدة أطراف ليس لديها في الوقت الحالي ما يمكن أن تقدمه لهذا الملف، ولهذا ليس هناك من علاقة مباشرة بين لقاءات الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس روحاني الملف اليمني. نعم، إذن السيد عبد الناصر المودع كنت معنا عبر الهاتف، المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي والكاتب السعودي سليمان العقيلي. مرحبا بك سيد سليمان، لعلك استمعت لضيفي عبد الناصر المودع لم يتفائل بوجود انفراج للملف اليمني، هل لديك رأي مغاير عما قاله ضيفي من اليمن؟ لا، في الواقع ما قاله الأخ عبد الناصر هو قريب من الواقع، لأنه أولا الأمم المتحدة ما زالت في دور إدارة الأزمة وليست في دور معالجة الأزمة لأسباب عديدة. أولا ميراثها في إدارة المفاوضات سابقا كان ميراث سيء في الحقيقة، سواء تعلق الأمر بجمال بن عمر أو حتى الآن بولد الشيخ، لأنه فرض على الأمين العام للمتحدة، فرض على المفوض الأممي أجندة كيري في واقع الأمر، وأجندة كيري كانت أجندة يعني لا تتصل بالواقع لا من قريب ولا من بعيد، وإنما لها صلة بمصالح كيري بالذات وليس حتى المصالح الأمريكية. ولذلك ففي ظل الإدارة الجديدة والسياسة الخارجية الجديدة لواشنطن
أعتقد أن الأمم المتحدة لن تلعب نفس الدور السابق، الدور يعني الذي يتسم بإدارة الأزمة، أو وإنما في الواقع هي ستحاول مداورة الأزمة بحيث أنها تفتش عن حلول. نعم سيد سليمان، نعم. الموقف الأمريكي من طهران ألا يتيح المساحة للمملكة للتحرك بشكل أوسع وأكبر في أروقة الأمم المتحدة لاستغلال هذا الموقف بصالحها؟ هو أولا قدوم الأمين العام للأمم المتحدة في أيام الأولى من أيام ولايتها الأولى إلى المملكة العربية السعودية أولا وإلى منطقة الشرق الأوسط ثانيا يعكس اهتمامه بأزمات هذه المنطقة، ويعكس أيضا تقديره للدور البناء والرائد للقوى الإقليمية وليس المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وكذلك عمان، ولذلك فهو في الواقع يحاول أن يعني يتلمس الأدوار تأثير الأمم المتحدة في الدور الإقليمي وليس منافسة الدور الإقليمي مثل ما كان في أيام بان كي مون. وأنا أعتقد أن سياسة الأمم المتحدة الآن ستختلف عما كانت عليه في السابق، لاختلاف أولا شخص الأمين العام، نعم، ولاختلاف رئيس الدبلوماسية الأمريكية اللي بالتأكيد له تأثير على الأمم المتحدة. يعني تأثير الأمريكي على الأمم المتحدة تأثير بالغ، وكل المراقبين يعرفون أن واشنطن لها يعني لها كلمة على الأمين العام. نعم سيد سلمان أعذرني على المقاطعة، نعم. لم يعد لدينا المزيد من الوقت. لو تحدثنا عن زيارة الرئيس الإيراني لكل من مسقط والكويت، كيف سينعكس ذلك على التحركات السياسية الأخيرة في الملف اليمني؟ هل يمكن القول أن الكويت أيضا دخلت على خط الوساطة إلى جانب مسقط بين المملكة وإيران؟ أنا أنظر لجولة روحاني أنها جولة علاقات عامة فقط، وهو أو المصادر الصحفية الكويتية قالت أنه سيرد على رسالة مجلس التعاون التي نقلها وزير الخارجية الكويتي، وأنا أعتقد أن الرد لن يبتعد عن رد المداورة والذي تتسم به السياسة الخارجية الإيرانية. ويعني أن نحن نعرف سواء كان الدستور الإيراني نفسه أو العقيدة الإيرانية التي قامت عليها الدولة الإيرانية عقيدة تصدير الثورة لا تسمح بكثير من يعني الحركة الدبلوماسية المقنعة في المنطقة. أنا أعتقد أنه تصحيح موازين القوى هو الذي سيقنع إيران بالانكفاء إلى حدودها بدل العبث في أراضي الآخرين، مثل ما كان الأمر في الصراع العراقي الإيراني عندما تجرع الخميني السم أو قال مثل ذلك. أنا أعتقد أن الاعتماد على الدبلوماسية مع إيران أمر غير مجدي، لأن إيران تعتمد أسلوب التغيير الثوري أو التغيير بالعنف، ولذلك أنا غير متفائل بهذه الجولة وأرى أنها جولة. نعم اتضحت الصورة. سيد سليمان ضيفي عبد الله الغيلاني محلل سياسي من عمان رأى أن هنالك بسبب التراجع الإيراني في سوريا وأيضا المواقف الأمريكية الأخيرة من طهران جعلت أو دفعت طهران إلى إيجاد تقارب مع الخليج. هل سنشهد تبادلا بين المواقف بين طهران والرياض في أقل من دقيقة؟ أنا لا أعتقد إنه السياسة السعودية ستقدم تنازلات لإيران، ولا أعتقد أن الإدارة الإيرانية في سبيل التنازل عن مكتسباتها التي أخذتها بالقوة. أما إدارة علاقات عامة مع الخليج فهذا يبقى عمل إعلامي دبلوماسي ليس له تأثير على الصراع في المنطقة أو على الأزمات الإقليمية فيها.
وصلت الفكرة، شكرا لك سيد سليمان العقيدي. إذا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث، بالأخير لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة، وأشكر ضيوفي. كان معي من مسقط عبد الله الغيلاني محلل سياسي، وكان معي من اليمن عبد الناصر المودع، ومن عمان عفوا، ومن الرياض سليمان العقيلي كاتب ومحلل سعودي. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد محمد عبد المغني. إلى اللقاء.